أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثالث. سوف نتحدث اليوم عن مهارة رائعة جميلة وهي التنوين. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. في يوم من الأيام ذهبت الأخوات الثلاث التاء المفتوحة والتاء المكسورة والتاء المضمومة في رحلة ترفيهية إلى مدينة الألعاب. عندما وصلوا إلى المدينة شاهدوا ثلاثة أجراس جميلة. كل جرس كان يحمل نوعاً من أنواع التنوين. الجرس الأول تنوين الفتح، الجرس الثاني تنوين الضم، الجرس الثالث تنوين الكسر. أعجبت التاء المفتوحة كثيراً بجرس تنوين الفتح لأنه يشبه اسمها وشكلها، فذهبت إليه مسرعة وقامت بطرقه وأخرج صوتاً يقول تن تن. فرحت التاء المضمومة بهذه اللعبة فذهبت إلى جرس تنوين الضم وقامت بطرقه فأخرج صوتاً يقول تن تن تن. أحبت التاء المكسورة أن تشارك مثل أخواتها فطرقت جرس تنوين الكسر فأخرج صوتاً يقول تن تن تن. ومن خلال قصتنا تعرفنا إلى التنوين وهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظاً لا كتابة، وله أنواع تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر. هيا لنتعرف أكثر على التنوين في الكلمات. هل أنتم مستعدون؟ هيا معاً. مدرسة، مدرسة. أين التنوين بالكسر؟ أجل أحسنتم، وضع تنوين الكسر تحت الحرف الأخير في الكلمة، فلا نضع الكسرتين في أول الكلمة أو وسط الكلمة بل في نهاية الكلمة. مدرسة. كتاب، كتاب. أين تنوين الضم؟ هذا صحيح، وضع تنوين الضم فوق الحرف الأخير من الكلمة فلم نضع الضمتين في أول أو وسط الكلمة بل في نهايتها. كتاب. قلم، قلما. أين تنوين الفتح؟ أحسنتم، وضع تنوين الفتح فوق آخر حرف في الكلمة، ولكن هناك حالات تمنع تنوين الفتح من اصطحاب ألف التنوين، وهي واحد عندما تنتهي الكلمة بتاء مربوطة، مثال تفاحة، تصبح تفاحة. نلاحظ معاً وضع تنوين الفتح على التاء المربوطة بدون إضافة ألف تنوين الفتح. هيا نقرأ معاً تفاحة تفاحة. اثنان عندما تنتهي الكلمة بهمزة تسبقها ألف مد، مثال سماء،
تصبح سماءً. نضع تنوين الفتح على الهمزة دون أن نضيف ألف تنوين الفتح. هيا نقرأها. سماءً، سماءً. عندما تنتهي الكلمة بهمزة على الألف، مثال ملجأ، تصبح ملجأً. وضعنا التنوين على الهمزة المرفوعة على الألف بدون الحاجة لإضافة ألف تنوين الفتح، ملجأً. أربعة، عندما تنتهي الكلمة بألف مقصورة، مثال فتى، تصبح فتن. نضع تنوين الفتح على الألف المقصورة ولا نضيف ألف تنوين الفتح. هيا نقرأ معا. فتن، فتن. والآن نأتي للسؤال المهم، كيف نفرق بين التنوين والنون الأصلية أثناء الكتابة الإملائية؟ سأخبركم بطريقة سهلة جدا. عندما نسمع كلمة في نهايتها حرف النون وأريد أن أتأكد إن كانت نوناً أصلية أم تنوين، أجعل نهاية الكلمة ساكن. إذا لفظت النون في آخر الكلمة تكون نوناً أصلية. مثال السفن، السفن. هيا نجعل نهاية الكلمة ساكنة. السفن، السفن. ما زلنا نلفظ حرف النون. إذن النون في نهاية كلمة السفن نون أصلية. ولكن عندما لا نلفظ النون آخر الكلمة أتأكد أنه تنوين. مثال علم، علم. لفظنا حرف النون. هيا بنا لنجعل آخر الكلمة ساكنة. علم، علم. أحسنتم، لم نلفظ حرف النون. إذن لا يوجد نون بل تنوين. علم، علم. عزيزي الطالب، أمامك سؤال فلتجب عنه. نصنف الكلمات الآتية وفق الجدول: أرضاً، سمك، قلماً، علم، وطن، سريع، تنوين فتح. تنوين كسر، تنوين ضم. عزيزي الطالب، قارن إجابتك بالإجابات الظاهرة أمامك. هذا كان درسنا لهذا اليوم، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم. إلى اللقاء.